أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري. أفاد أحد أعيان تبو محمد صندو بأنهم أكدوا لوفد الرئاسي المقترح ضرورة تسليم المواقع الأمنية والعسكرية في سبها لقوى محايدة بغية أنهاء الأزمة في المنطقة. وأضاف صندو في تصريح للنبأ أن جهود الرئاسي المقترح في المصالحة بسبها تعثرت بسبب امتناع ممثلين عن قبيلة أولاد سليمان عن لقائهم لأسباب غير معلنة. وأشار إلى أن لجنة من أبناء الجنوب تعمل على تنسيق بين الأطراف المتنازعة بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة. نظمت الغرفة العسكرية الزاوية وسرايا وكتائب الثوار استعراضا مسلحا ببوابة الزاوية الشرقية. وبحسب مراسل النبأ فقد طالبت الغرفة العسكرية التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي بانسحاب قوات عماد طرابلسية من الطريق الساحلية. وأوضح المراسل أنه تم أعطاء قوات طرابلسي مهلة حتى السبت لتنسحب من الطريق. طلبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان رفع الحصار الذي وصفته بالإجرامية على المدينة فورا ودون أي شروط. وقالت المنظمة خلال كلمة لها في الاجتماع 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن كافة مقومات الحياة من وقود وغذاء ودواء نفادت بسبب تشديد الميليشيات الحصار على المنافذ البرية للمدينة ومنعها من دخول المواد الأساسية للسكان. رحل جهاز الهجرة غير الشرعية بالكفرة 89 مهاجرا يحملون الجنسية الصومالية إلى العاصمة طرابلس. وذكر أمير فرع الإيواء والترحيل بالجهاز محمد الفضيل لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء أن المهاجرين سبق استلامهم من قبل مكتب البحث الجنائي تازربو حيث حقق معهم عن طريق نيابة الكفرة. وأشار إلى أن التحقيقات ستستكمل معهم بمكتب النائب العام بطرابلس ومن ثم سيرحلون إلى بلادهم. نهاية الموجز، في أمان الله.